استمرارا لمسلسل العبث بدور العباده تدنيس مسجد اقدام التاريخي في ارمينيا وتحويله الى حظيره لتربيه الحيوانات. الكل يتساءل اين دور المؤسسات الدينيه التي رفضت تحويل ايا صوفيا الى مسجد وموقف العلماء والمشايخ والناس اللي كانت طالعه كانت زعلانه وعلماء في مصر كانوا زعلانين ان ايا صوفيا عاد الى كونه مسجدا مره اخرى. فاين هذه الاصوات الان لم نسمع احد خلونا ناخد الخبر ده مشاهدينا الكرام ونشوفه كده مع بعض على الشاشه اهوت من رصد تدنيس مسجد تاريخي وتحويله لحظيره حيوانات في ارمينيا المسجد زي ما قلت لحضراتكم اسمه اجدام مسجد اجدام طبعا في بعض الصور هنستعرضها مع حضرات اهوت على الشاشه دي صور لتجول الحيوانات ورعايه الحيوانات داخل المسجد الذي تحول لحظيره اه ويبدو ان كمان خنازير وبقر صغير وبقر كبير وحاجات غريبه كده اه وادي اغنام يعني خنازير ومواشي واغنام زي زي ما شايفين كده حاجه فعلا يعني صعبه جدا دي بعض الصور زي ما بقول لحضراتكم من وجود الحيوانات داخل المسجد اللي تحول لحظيره حيوانات في أرمينيا. شيخنا ما هو تعليق حضرتك على هذه الصور وهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. فيعني هذه الهجمات التي تستهدف مقدسات المسلمين ليست بجديدة وليست بغريبة. السؤال هنا قبل أن ننادي العالم الغربي الذي خرج لاجل آه تماثيل بوذا ايام طالبان وعلى راسهم فرنسا ودول اوروبيه كثيره والذي خرج لاجل آه محاوله آه او او, أو, أو, أو الاعتداء على جريده شارل ايبدو يعني قبل نعم. ذلك في حادث عنف طبعا وعداء لكن من قريب محاوله آه الاعتداء ايضا وقال وزير داخليه فرنسا انه الارهاب الاسلامي طيب ده يتسمى ايه؟ الامر الاخر او الرساله الاخرى الى سعد الهلالي وامثال سعد الهلالي الذين تكلموا حينما عاد مسجد ايا صوفيا من متحف الى مسجد أي. وبداوا يؤصلون وينظرون لقضيه التحويل وهاجم هذا وذاك المساجد وتحويل المساجد الى هجوم على تركيا وعلى أردوغان وعلى يعني إتحو... إعادة المسجد وليس تحويل وكل الإعلام السيساوي لم يكن له موضوع في هذه الفترة إلا الحديث عن آية صوفيا صحيح صح وأيضا الحديث عن خطبة رئيس الشؤون الدينية آه. علي أرباش عندما صعد المنبر, صعد المنبر بالسيف الفاتح, الفاتح نعم. ومن يومين شفنا حاجات غريبه جدا يعني قس اه شايل سلاح دقق بالسلاح سلاح اه وبيستعمله ايوه يعني الثاني ده, ده كان حاجه طالع رمزيه السيف بيستند اليه ك رمزيه الفتح بتاع نعم وحد بيحارب بسيف النهارده؟ لا طبعا انما الكلاشينكوف بيتحارب بيه طبعا ولم ينبس احد ببنت شفا لم نسمع لكل اولا لم يعني لم نقرا كاتب الساخر بلا الفضل اي تعليق تمام لا مالش بقى خد لك مالك خد خد لك طلقه وكمان طلقه ما هو قال على السيف خد لك سيف وكمان سيف ايوه يعني تهكم سخريه زي ما يكون في النهايه آه ماشي يعني طبعا اخطا في هذا التعبير مش بايده لكن بيقول طب واين السخريه من مثل هذا الـ 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 الاخر? اين مشايخ عبد الفتاح السيسي الذين حشدوا النصوص والأدلة وعدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة وفي مش عارف ايه عشان يتهموا الصلاة أحكام كمان خلاص طيب ما حكم المساجد وتلويث وتدنيس المساجد ده حتى ما المسجد وعملوه حظيرة ده سايبين المسجد بكامل هيئته ما هو والارض بقى فيها حيوانات ما هو لن يجرؤ حاجه مجرمه لن يجرؤ لن يجرؤ مشايخ عبد الفتاح السيسي لان على الاقل الناس دي اه ها في قلوبها رحمه شويه الناس ده خلت الجامع يعني بتوع ارمينيا مم. عملوا جريمه أيوه. تحويله لايه؟ لحظيره لحظيره بس لما ترجع كده هات لي المئذنتين اه الجامع موجود ايوه احنا عندنا واحد بيهد الجوامع ايوه بيديها خالص يعني يعني ادي موجودين فعلى الاقل له لما يترد الجامع ويتعمل هينضف ويتوضب ويتظبط ويبقى زي ما هو جامع انما اللي تهدي ده تعمل فيه ايه؟ خلاص فما عين يعني ما لهمش عين مشايخ السيسي يستنكر طيب. لان الناس هتقول طيب يا عم ده انت مأيد واحد وأيدت هدم الجوامع ايوه كان عندنا حاجه كنا وان م... كان العله لهدم الجوامع بتاع المصلحه العامه أيوة. وده امر مقدر شرعا بس لماذا تهدم المساجد اذا كان لمصلحه ولا تهدم دور العباده الاخرى اذا ايضا لوجود مصلحه ناخد 5 كيلو للكنيسه ونهد المسجد فوق دماغ آه طيب كان عندنا حاجه بقول لحضرتك في دار الافتاء كانت بتعملها وهو المؤشر العالمي فكنا بنقعد نسال يعني المؤشر العالمي لدار الافتاء آه كان يقول لك عشان بقى تركيا وآيا صوفيا وعشان مش المؤشر العالمي ده معمول عشان تركيا تقريبا آه طيب انا موافق على المؤشر العالمي للفتوى فين بقى صوت المؤشر العالمي للفتوى وده مسجد في بقعة من العالم بيتحول هو إلى حظيرة المؤشر العالمي بيروح لحد تركيا وبيعطل البوصلة بتعطل بيعطل بيعطل بس فما مسافة السكة كده بالظبط ما في أي حتة تانية هو آه. هو يعني بيجي عند تركيا ويروح واقف فلو قدام ولا ورا بعد كده ممكن قطر صح ممكن المؤشر ده يروح العكس آه. يروح جاي على قطر تمام بس مش هيجي في حته ثانيه خلاص دي الاوبشن بتاعته بس بس اه, آه. ما عندوش هو عنده خيارين بس طيب دلوقتي في مسلمين واقعين تحت ظلم في ارمينيا واجب واجبي كمسلم في اي بقعه من بقاع الارض تجاه اي اخوه مسلمين على وجه الارض يتعرضون لظلم الواجب كل يقوم بدوره الحكومات عليها ان تضغط بالصوت العالمي وبالسياسه زي ما شفنا تركيا وغيرها من الدول ما كان وقفش غير تركيا يعني لكن أيوه للاسف ايران وقفت مع ارمينيا أيوه في معركتها مع اذربيجان ومن اذربيجان معظمها شيعه ومعظمها شيعه مش من دلوقتي أيوه ده هم عملوا على تشييعها تشيعها من زمان من فتره أيوه وبدا يعني العمل الدعوي بالترك شويه يدخل فيعمل في توازن شويه ده كل القصه قصه طويله يعني أيوه ومع ذلك راينا ايران تؤيد أرمينيا ضد أذربيجان العالم العرب والإسلامي دوره على الإطار السياسي على الإطار العسكري إذا تطلب ذلك بحسب الاتفاقات الدولية والحراك الدولي العمل الإعلامي والعمل الضغط الشعبي كل دي إمكانات في أيدي المسلمين في حاجات في أيدي الحكام إيدك منهم الأرض يبقى على المسلمين واجب أن يؤدوه تجاه إخوانهم المسلمين في أرمينيا النقطة الأخيرة دايما الأرمن كانوا يعودوا يا جماعة يشتكوا ومذابح الأتراك ضد الأرمن ومذابح هذا وكله طبعا كلام تاريخي فيه كلام كتير يعني ما بين حقائق وما بين أكاذيب وما بين معلومات دقيقة ومعلومات غير دقيقة قصة طويلة مش هدخل فيها مش مجالها يعني طيب وحتى أذكر أني قابلت مرة ناشطة حقوقية عالمية وكانت أرمن يعني وقالت ولماذا لم تدافعوا عنا وكذا طب حلو ولماذا لا تدافعون عن ما يحدث في المساجد المسلمين في دول الارمن امم مفيش انت عندك بالمناسبه ارمن كان في ارمن في مصر ايوه عاشوا فتره وعندك فنانين من اصل ارمن امم عرفت المعلومه دي واصله ولا لا لا انا معرفش يعني نيلي ميمي جمال ابراهيم خان امم دول, مم. دول ممثلين ارمن ايوه دي معلومه جديده بالنسبه لي معلومه معلومه نعم. حقيقيه يعني ايوه دول ممثلين ارمن من اصل نعم. ارمن يعني تمام ومع ذلك عاشوا في بلاد المسلمين عاشوا عاشوا نجوميتهم واشتغلوا دينهم ما حدش يعني مسهم ولا مس حريتهم وانطلقوا في المجتمع يعني فاذا الشاهد ان يا جماعه وفي عندك كنيسه ارمنيه في مصر يعني في في قريب من العتبه قبل عند الاسعاف عند مش الاسعاف يعني فين في بالظبط بعد ما تخلص بلاء ابو, أبو العيلة ايوه وتبقى داخل على دار القضاء العالي أيوة. قبل منها كده في كنيسه كانت على الشمال كده عن نقابه المحامين تقريبا كده لا في اللي قبلها قبلها من الناحيه الثانيه قبله قبل الكوبري بتاع الجلاء ده تحت أيوة منه أيوة. في كنيسه قديمه كده صغيره كنيسه ارمن فانا الناس عاشوا بين المسلمين في الغالب العام لم تمس كنائسهم ولم تمس حتى لما صدر الخط الهمايوني اللي عمله الخلافة العثمانية كان من باب الحفاظ على الأرمن والأقليات المسيحية نعم عشان ما تتغولش عليها الأرثوذكس ولا الكاثوليك ولذلك كان بيرفض الخط ده مين الكنيسة الأرثوذكسية في مصر يقول لك الخط الهميوني الخط كان مقصود به أن لا تقوم الأرثوذكس بالتبشير على الطوائف المسيحية الأقليات عشان ما تأكلهاش وتنتهي ايوه يعني حتى ده كان متراعي متراعي ايوه فأدي رد الجميل اللي بيعمله الارمن مع مساجد المسلمين يعني تمام يا شيخ نعم يرجع له لا هيلاقي فيه تفاصيل مهمه جدا لا يعني من حافظ آه على وجود الاقليات الدينيه جوه أقلية يعني هم اقليه فاقليه جوه الاقليه أيوة. حافظ على وجودها وعلى بقائها وكيانها هو الكان الاسلامي والحكم الاسلامي. جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل، اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه او كان هذا تعليق فضيله الشيخ عصام على تدنيس مسجد اقدام التاريخي وتحويله الى حظيره لرعي الحيوانات في الجزء الواقع تحت سيطره ارمينيا في اقليم كرداغ.